صباح الفل على كل اللي بيشوفوني من كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم بدون فلتر. النهاردة هنتكلم في تيبس جديدة عن مشاكل بتحصل لنا كلنا كبنات وكستات، وهي الانتفاخات تحت العين والدارك سيركلز أو الهالات السوداء. لازم دايما نشوف ايه هو الروت كوز عشان ممكن تبقى حاجة أصلا داخلية محتاجين نعالجها في جسمنا، وبعد كده نشوف ايه هو أسلم حل عشان الحلول بتختلف. بس ممكن نبتدي بحاجات طبيعية عشان نهتم بالمنطقة بتاعة الأندر آي عامة، زي مثلا ان احنا نستخدم قشر الخيار، ممكن نعمله ماسك ونحطه تحت عينينا، بيبقى لذيذ قوي ان هو بيمتص كل السموم وبيقلل جدا من الدارك سيركلز. مهم جدا ان احنا نشوف ايه الفيتامينز اللي ناقصه في جسمنا، او لو حد عنده انيميا، لان ده بيأثر جدا على الشكل تحت العين، ولو بدأنا نعالج ده هيفرق معانا قوي. برضو الترطيب مهم قوي للمنطقة دي، ولو استعملنا هايلورونيك أسيد ودخلناه في الروتين بتاعنا، ممكن كثير مثلا، بيفرق قوي انه بيقلل اللاينز او التجاعيد اللي تحت العين، وبيخلي برضو اللون احسن. في كمان حاجة لذيذة قوي اللي هي اكياس الشاي الباردة، ممكن ان احنا نستعملها عادي تحت عينينا، لان بيكون فيها كافيين فبتمتص برضو السموم وبتخلي اللون افتح بكتير. علشان الشمس بتعمل لنا برضو غمقان، هيبقى مهم جدا لو كلنا استعملنا السان بلوك وحطينا كمان تحت العين، نعمل ري ابلاي كل ساعتين، ده بيساعدنا قوي ان احنا ما يحصل لناش غمقان من الشمس. الكافيين سيرم ده مهم قوي لو دخلناه في الروتين بتاعنا on daily basis، يعني كل يوم بنحط الكافيين سيرم في الاندر اي، المنطقة دي هتبقى افتح مع الوقت وهيبقى شكلها فريش اكتر بكتير. في ناس كتير قوي بيبقى عندها انتفاخات اول ما تصحى بتحت عينيها، بيبقى لازم ان احنا نحط رولر مثلا ساقعه في الثلاجه نستعملها، او قطع الثلج مثلا بنمشيها الصبح في المنطقه دي، وهنلاقي الورم بدا يخف. عشان برضو لو جيتي تحطي ميك اب او كونسيلر او كده، لازم الورم ده مش موجود عشان ما يحصلش اي لاينز او ما يبقاش شكله مش ناتشرال. عامة يعني في عندنا هالات بتبقى وراثية، في عندنا هالات بتبقى بسبب إجهاد مثلا أو روتين نوم مش كويس، ففي دكاترة بيقولوا إن احنا نروح نعمل فيلر في الحتة دي، مش دايما بيكون ناجح، مش لازم يكون هو ده الحل، لأن ممكن أصلا يعمل لنا مشاكل أكتر. كل كيس بتبقى غير التانية، فممكن مثلا نبتدي بإن احنا نعمل سكين بوسترز علشان نشوف الفيتامينز اللي احنا محتاجينها في الأيريا دي ونهتم بيها أكتر، بعد كده نخلي الفيلر آخر حل، سبيشالي لو هي هالات وراثيه الفيلر مش هيبقى احسن حاجه. طبعا كل ده مش هيبقى مؤثر لو احنا مش بناكل اكل صحي او مش بننام كويس، لازم سكادجول النوم بتاعنا يبقى احسن عشان كل ده هيرفلكت على وشنا. كده احنا خلصنا التيبس بتاعتنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني من الفاصل، ومعانا النهاردة في الفقرة صانعة محتوى متألقة في عالم الجمال والموضة، نجحت انها تبني قاعدة جماهيرية واسعة بفضل محتواها المميز اللي بيجمع ما بين الخبرة والبساطة، برغم انها بتقدم لمتابعينها نصايح عملية وصفات تجميلية بتساعدهم على ابراز جمالهم الطبيعي، ويتميز اسلوبها كمان بالعفوية وانه مباشر، ده بيخلي محتواها قريب من القلب ومناسب للجميع، سواء كنت عايزة نصايح للعناية بالبشرة أو أفكار جديدة للموضة. كمان بتقدم لمتابعينها نصايح وإرشادات حول أحدث صيحات الموضة وإن إزاي تحقق الإطلالة المثالية، وكمان بتشارك تجاربها الشخصية وآرائها الصادقة، ده خلاها واحدة من صناعات المحتوى والموثقات كمان في المجال ده. ومش بس انها صانعة محتوى، هي كمان مصدر الهام للعديد من البنات اللي عايزين ان هم يعززوا ثقتهم بنفسهم وازاي يحافظوا على جمالهم. ومعانا النهارده صانعة المحتوى رغدة صلاح. يا رغدة عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ كل حاجة كل حاجة. بصي انا بحب قوي اتكلم عن البنات وشطارتهم، سبيشالي لما بيبقوا يعملوا حاجة كذا حاجة مع بعض مش حاجة واحدة. انت بتعملي حاجات كتير قوي، فازاي قدرتي ان انت تتابعي وتعملي كل الحاجات دي مع بعض؟ بصي هو الموضوع صعب، يعني هو مش سهل خالص، مش زي ما بيبان، يعني دايما بنقول على السوشيال ميديا مش كل حاجه بتشوفوها هي الحقيقه. هو فعلا الموضوع بيكون صعب، صعب ان انت يكون عندك فول تايم جوب، وصعب ان انت يكون عندك هواياتك العاديه اللي بتعمليها وتعملي كل ده مع ان انت تكريتي كونتنت وتحاولي على قد ما تقدري انه ده تبذلي فيه مجهود وده تبذلي فيه مجهود، ويبقى عندك حياه بقى سوشيال لايف عاديه وتخرجي مع صحابك وتعملي حاجات اللي بتحبيها. فالموضوع بيكون صعب،
بس على قد ما بيكون صعب هو بيكون فعلا فعلا من الحاجات الممتعه جدا اللي انت بتحسي ان انت عارفه تعملي كل حاجه وعارفه تبقي شاطره في كل حاجه او على قد ما تقدري تدي في الحاجه اللي انت بتحبيها، فبتحسي ان انت يعني في ريورد كده في الاخر، بتحسي ان انت بذلتي مجهود واه تعبانه واه طول الوقت وراكي حاجات، بس في الاخر انت مبسوطه لما حد بيكومنت مثلا انه استفاد من حاجه انت قلتيها، لما حد بيقابلك في الشارع وبيحس ان هو فعلا يعني مبسوط انه شافك، لما بتبقي شاطره في شغلك مع الحاجات اللي انت بتعمليها ككونتنت او كهوبيز انت بتعمليها، فبتحسي انه لا تمام انا مبسوطه انا كويسه بس انا بعمل الصح. حلو قوي. طيب قولي لي بقى، بما انك عندك تيبس كتير قوي عن الاونلاين شوبينج، ازاي ممكن نشتري حاجات اونلاين من غير ما نندم، من غير ما يبقى عندنا مشاكل؟ عشان في ناس كتير قوي عندها المشكله دي. بصي انت كده كده هتندمي، يعني لازم تبقي عارفه في مرحله في مره هتشتري حاجه مش تعجبك. فهقول لك مثلا لو في تيبس اقولها لك، هيبقى انه اول حاجه ميك شور دايما ان انت بتقري الديسكريبشن او الشرح بتاع الايتم او الحاجه اللي بتشتريها كويس. أوكي. يعني تبقي عارفه تقري كويس قوي هي معموله من ايه، شكلها، شوفي الصور، لو في حد سايب ريفيو اقري الريفيو كويس. ريفيوز مهمه قوي، بحس الريفيوز دي بتبقى انديكيتور ان الحاجات دي ناس كتير اشترتها او لا، وبيبقى شكلها عامل ازاي. صح. طب في حاجه ممكن تخليني ابقى عارفه الكواليتي مثلا؟ عشان دي اكتر حاجه البنات بياخدوا مقلب فيها. بصي بجد بجد صعب، يعني انت اكتر حاجه ممكن تعمليها انك تقري الماتيريال نفسها، ولو انت مثلا عارفه الماتيريال دي فخلاص انت عارفه ان هي كويسه او مش كويسه. لو انت مش عارفه الماتيريال ممكن تجوجلت مثلا، تعملي ريسيرش انت على جنب كده الماتيريال دي حلوه وحشه. يعني لو مش عارفه تجيبي ريفيوز عن الايتم نفسه في الويب سايت نفسه، ممكن تعملي انت ريسيرش بقى تشوفي الماتيريال دي حلوه ولا لا. يعني هو ما ينفعش ان انا اشتري ايتم لمجرد ان هو عجبني كده وخلاص، لازم ان انا اقعد ادور شويه. بصي انت مش هقول لك ما ينفعش، اكيد هتعملي كده، اكيد في ايتم هيعجبك جدا وهتشتريه. أيوة. وممكن يطلع حلو، ده يبقى انت انسانه محظوظه جدا، وممكن يطلع مش احسن حاجه، بس يعني دايما خلي عندك ثقه كده انه الحاجه مش عجباني انا هرجعها. حلو قوي. مش حد يضحك عليا. طب المقاسات بقى، يعني انا عارفه ان في حاجات بيبقى ويب سايتس عليها سايز تشارت كده اللي هو ده من مقاس من كذا لكذا سمول، لو ما فيش التشارت دي ازاي، ايه احسن طريقه ان انا اعرف بيها مقاسي؟ بصي برضو هي الفكره ان كل ويب سايت بيبقى ليه طريقه السايزنج بتاعه. حتى الحاجات المصري يعني مثلا برودكتس اللوكال غير الحاجات الانترناشنال، فكل مره انت هتبقي مضطره تشوفي الويب سايت ده السايزنج تشارت بتاعته ايه. يعني ممكن هو ما يبقاش مديكي سايزنج تشارت، بس انت عارفه انه الميديوم مثلا انت بتلبسي ميديوم، فهاتي الميديوم. وهي مساله بجد يعني بتجربي وبتشوفي ايه الحلو وايه الوحش، لو في حاجه في المقاس بترجعيها، لو في حاجه في اللون بترجعيها، الايتم كله مش عاجبك رجعيه. رجعي عادي جدا. انت بقى خلاص. ومع الوقت بتبتدي خلاص انت الويب سايت ده بتبقي عارفه مقاسك فيه ايه، انت الويب سايت ده انت عارفه ان الكواليتي بتاعته خلاص حلوه وتمام، فانت بتشتري منها بقى، مش بتضطري تشوفي مقاسك تاني، مش بتضطري تقيسي مثلا بالمزوره الحاجات دي. يعني لازم بنجرب لحد ما نشوف ايه المقاس اللي هيبقى ظابط عشان اعرف بعد كده ان انا اجيبه. بالظبط بالظبط. اوكي. طيب خلينا بقى نروح موضوع تاني خالص. انا عارفه ان انت بتعملي تيبس كتير قوي وبتجيب فيوز كتير قوي عن السكين كير روتين عامه والشعر، فعايزينك تقولي لنا كده اي حاجه من الاسرار اللي انت بتعمليها بتقوليها للفولورز بتوعك. بصي هي طبعا كل حاجه او كل حاجه بتعاني منها حد او كل مشكله بيبقى ليها الروتين بتاعها او ليها الحلول بتاعها، بس ان جنرال يعني بجد ودي انا متاكده ان 100,000 حد اتكلم فيها، السان بلوك من اهم الحاجات اللي محتاجه تبقى طول الوقت تستخدميها. في زي السان بلوك حاجات للشعر بيبقى زي هيت بروتكتنت معظم الناس بتستخدمه وهي بس بتكوي شعرها. يس. اكشلي هو مش بس وانت بتكوي شعرك، وانت نازله الصبح. بالظبط. وانت نازله الصبح وانت نازله البحر بالذات. لو هتبقي انت عارفه ان اليوم ده انت مش مثلا رايحه الشغل في حته مقفوله، لا انت عارفه ان انت هتقضي وقت طويل قوي بره، هاتيه معاكي زي ما انت بتري ابلاي السان بلوك، ري ابلاي السبراي ده، تبقى حاجات بسيطه جدا. ولو في ناس ما بيكونش عندها مثلا مقدره انها تشتري سيرم للشعر، عشان ما بقتش حاجات بسيطه رغده يعني. عندك حق صراحه يعني. قرنيش ده حقيقي. يعني لو مش بيبقى عندك مثلا مقدره ان انت تشتري سيرم للشعر وكمان الهيت بروتكتنت، ممكن تستخدمي السيرم بتاعك كهيت بروتكتنت قبل ما تنزلي تستخدميه. حلو الحل ده. بالظبط. عشان ما نقعدش نجيب برودكت كتير، ودلوقتي الموضوع ما بقاش سهل بصراحه. ده حقيقي ده حقيقي. طب عامه بالنسبه للسان بلوك، في ناس بتقول ان السان بلوك لوحده
لوحده كفايه ان مش هتبقى عندك روتين. انت لو بتابلاي سام بلوك وانت حد صغير في السن انت مش محتاجه اكتر من كده. انت موافقه على الكلام ده ولا؟ يعني ممكن نحط مرطب يعني لو مش هيضايقكم بس تحطي مرطب. أوكي. يعني انا بحس البيزك انت يبقى عندك غسول خفيف كده بسيط, بالذات لو انت حد لسه بيبدا موضوع السكين كير ولسه بقى بتكتشفي عالم السكين كير والروتين. ايوه فانت ممكن تبتدي بسام بلوك ومرطب. المرطب أوكي. بس محتاج ان انت لان انت بتغسلي وشك, لو انت حد بيتوضى كل يوم الحاجات دي كلها بتاثر على الوش طبعا, فبس حطي مرطب كده نهدي الدنيا يعني. اوكي حلو قوي. بس مش لازم عندنا كم البرودكتس اللي بنشوفه دلوقتي, لان في بلوجرز كتير قوي بيقعدوا يحطوا كميه حاجات وليرينج مش طبيعي من الروتين, فكلنا بنحس ان ايه ده انا في حاجه ناقصه او انا كده ما عنديش روتين, فمش لازم الموضوع يبقى معقد يعني. انا بحس انه انا اكيد كل ده مش هيدخل لجلدي يعني اكيد ات سام بوينت جلدي هيقف يعني مش هيشرب كل ده. يس. فالروتين كان في ترندز بقى اللي هو ال 10 ستيب روتين يس بالظبط, وكلنا جربناها كلنا وانت دار وحسينا ان الحاجات دي ترندنج. طب ما جرب كلنا طلعنا حبوب وكلنا جربنا ده حقيقي, كلنا اكتشفنا انه بهدلنا نفسنا على الفاضي ودفعنا فلوس تو ماتش على الفاضي. صح. طيب قولي لي بقى بالنسبه للجفاف اللي احنا ممكن نكون بنتعرض له في بشرتنا دلوقتي سبيشلي مع الشمس وكده, ازاي احنا نقدر نحافظ على نفسنا من ده او نقلله على الاقل؟ زي ما قلت لك انت اهم حاجتين عندك الصن بلوك المرطب, في كمان في صن بلوك بيكون سبراي تقدري تري ابلاي اسهل وانت بره, في فيس ميست. فيس ميست ده بيبقى عباره عن ميه بس ميه منقاه بطريقه معينه, بيكون فيها حاجات هيلورونيك اسيد, بيكون فيها ده زي الثيرمال ووتر اللي بالزبط. بيكون فيها معادن وفي نفس الوقت بتهدي كده الوش شويه بالظبط. دي أوكي. من احسن الحاجات اللي تقدري تستخدميها معاكي, تبقى معاكي طول اليوم. بيبقى في منها كمان مقاسات صغيره فده بيساعدك بقى ان انت تبقي حاطاها في شنطتك كده على طول. أوكي. وتري ابلاي بيها ترشي كده, فانت بترطبي وبتحافظي من الشمس على وشك من الشمس في نفس الوقت. هي ممكن تتحط على الميك اب يعني حد حاطط ميك اب ويرش عادي؟ يس تحطي عادي جدا. حلو قوي. طيب خلينا برضو نسأل على توبيك بيجي لنا عليه أسئلة كتير قوي, البنات اللي عندهم أكني في الظهر. دي من الحاجات العنيدة قوي ومش بتروح بسهولة, وحتى لو راحت بيبقى فيه سكارز أو أثار منها. قولي لنا بقى إيه نعمل إيه في الموضوع ده؟ بصي هو أهم حاجة إنه دايما ميك شور إن أنت وأنت بتاخدي شاور دايما ميك شور ان انت بتنزلي كل الصابون وكل الكونديشنر وكل الحاجات اللي كانت في شعرك, لان معظم الوقت بنسيب الكونديشنر اخر حاجه نغسله او صح. المرطب اللي احنا حاطينه على شعرنا ده يكون اخر حاجه بيتغسل, والناس بتركز انها تشيله من على شعرها بس مش من باقي جسمها. أوكي. فده من اكبر اصلا مسببات, غير طبعا الناس اللي بتكون عندها هرمون الاكني او انواع الاكني المختلفه. الحاجات اللي متعرف عليها اكتر ان هي مثلا انت مش بتشطفي كويس جسمك بعد الشاور او بعد ما تكوني غسلتي شعرك, فدي اول حاجه. تاني حاجه ممكن تستخدمي اي برودكت فيه بنزول بيروكسيد. المنتج ده او الانجريدينت ده من اهم واحسن الحاجات اللي بتقضي تماما على الاكني, وهي مناسبه للاكني الظهر وللوش, بس احنا بنستخدمه اكتر او بننصح بيه اكتر للظهر لان هو انجريدينت قوي قوي. فاصلا حتى لو لظهرك مش محبذ ان انت تستخدميه كتير, يعني ممكن مره كل اسبوعين مره كل اسبوع. بيعمل زي سكرابينج للمنطقه دي بس على مدى طويل. بالظبط بيعمل زي تقشير خفيف كده. هو الحلو ان هو بجد بيقتل كل الحاجات اللي ممكن تكون اي بكتيريا اي حاجه ممكن تكون اصلا بتكون الاكني دي او حبوب الظهر. اوكي فهو حلو في كده, بس في نفس الوقت ما بنستخدموش كتير علشان ما يقلبش بقى بنتيجه عكسيه. نفس الكلام مع الوش, مره في الاسبوع is more than enough. واخر حاجه المرطب, دايما حطي مرطب برده حتى لو بالذات لو هتستخدمي حاجه الانجريدينتس اللي فيها قويه او فيها اسيدز او فيها ريتينول او فيها حاجات قويه. في كمان ناس تقول لك استعملي البي اتش اي او الاي اتش اي, الاثنين دول بيعملوا برضو اكسفوليشن جامد قوي. بالظبط. بس هي الفكره ان في ناس بيحصل لها اريتيشن منه مش بالزبط. بيمشي مع كل الناس. بالظبط. كل الحاجات اللي هي اسيدز او اللي هي زي ما انت قلتي كده اي اتش اي بي اتش اي, الحاجات اللي هي قويه اللي هي الماده الفعاله بتاعتها قويه قوي بالظبط او فيها اسيد او كده, بيحبذ ان انت الاول كمان تتستي يعني الاول مش على ظهري كله. لا لا خالص. ابدأي حاجه ابدأي على ايدك اللي هو اكتر مكان مش حساس, فاللي هو واحده واحده تستي تمام جسمك متقبل ده ابدأي استخدميه على ظهرك. في ناس بتعمل كارثه بقى ان ممكن يحطوا الحاجات دي الصبح. اوكي. فبيحصل كوارث. ده لازم بالليل ما يبقاش في الشمس ما نتعرضش للشمس خالص. بالظبط. صح كده. ولازم مرطب بعديه كمان على طول, يعني حتى صح. لو هتحطي ريتينول على وشك بعدها على طول مرطب, تاني يوم لازم صن بلوك قوي. حلو قوي. طب احنا عايزين بقى نشوف فيديوز من الكونتنت اللي انت بتعمليه معانا. فيديوز هنشوفها سوا.
حلو قوي موضوع البنطلون ده، يعني حاسه ان كلنا ممكن نبقى عايزين نشوف حاجه كده، عشان برضو ما بيبقاش ظابط كله من فوق لتحت، سبيشلي لو اشتريتي اونلاين ده كده كده. بالظبط. وبعدين اوقات بجد بتبقي مكسله انك تخشي تقيسي قوي. ومش قادره، فاللي هو انا هشوف هشوف كده من بره بره ايوه وخلاص يعني. حلو قوي. انا كمان شفت في الفيديو ان انت عندك روتين معين للشعر كمان وللسكن، فعايزاكي تكلمينا عن الروتين ده ولو في وصفات طبيعيه للشعر. بصي الروتين زي ما بقولك هو كل فتره كده بيتغير على حسب انا محتاجه ايه دلوقتي، بالذات للوش يعني. مثلا في فترات بيبقى في حبوب، انا ببقى حاسه ان في حبوب هتطلع فبستخدم برودكتس معينه، في حبوب اوريدي طلعت، مفيش حبوب خالص فانا محتاجه بس اعمل هايدريشن، او احنا داخلين في الشتاء، فالروتين بيختلف كل فتره عن الفتره الثانيه يعني. بس بشكل عام بيبقى بالذات الحاجات بالليل بحاول احط ريتينول، بحاول احط نايسينامايد. السيرمز دي بتحافظ على وشي عامه يكون هايدريتنج، ويكون لو في مثلا هقول لك لو مثلا في تصبغات، لو في الوان في البشره، لو في حبايه مثلا وسابت علامه، سابت سكار، سابت لون، الريتينول والنايسينامايد دول من احسن الحاجات اللي تستخدميهم مع بعض. حلو قوي. وطبعا المرطب زي ما قلنا. الشعر انا الشعر ده الروتين بتاعه ده من اهم حاجه بجد، لانه بستخدم له حاجات كتير قوي، بقعد اجرب فيه بقى حاجات كتير وبرودكتس كتير قوي. بس اهم حاجه طبعا حمام الزيت قبل الشاور، مهم جدا ان انت تعملي حمام كريم قبل الشاور كل يوم، تستخدمي الصبح وبالليل تستخدمي لوشن او سبراي على فروه الراس وتدلكيه عشان الشعر يتقل ويطول ويكون عامه يعني صحي اكتر، لان انت طول الوقت بتحركي جسمك، فانت طول الوقت انت زي ما بتعملي ان انت طول الوقت بتحركي جسمك، فمثلا الدوره الدمويه طول الوقت بتتحرك، مهم ان انت تحركي الدوره الدمويه في شعرك علشان الشعر يطول ويتقل. فلو مش هنقعد بقى نعمل كده تعملي مساج لنفسك يبقى حاجه لذيذه جدا. وممكن كمان تستخدمي ديرما رولر، ده بيساعد ان انت تحفزي ان شعرك جديد يطلع. لو هنتكلم في وصفات طبيعيه ف دي بقى عشان ناس كتير قوي بتهتم بالموضوع ده، فقولي لنا حاجه طبيعيه، وصفه طبيعيه. ممكن تعملي ميكس زيوت، مثلا انا بحب جدا الروزماري، زيت الروزماري، زيت جوز الهند، بس في ناس بتجي لها حساسيه من زيت جوز الهند فبرضه محتاجين يجربوا ده الاول. زيت الجوجوبا، زيت، في ناس بتستخدم زيت سمسم، تعملي ميكس بقى كده كلها حاجات قد بعضها. طب ده مش بيسد مسام فروه الراس لو انا حطيت زيوت كتير قوي مره واحده، ولا ملهاش علاقه؟ بصي انت بتعملي ميكس وبتحطيه وبتاخدي شاور على طول، تغسليه بعد ساعتين ماكسيمم. لو سبتيه اكتر من كده زي ما انت بتقولي فعلا ممكن يسد ده، في ناس بيحصل لها كده بالظبط. اه ممكن يسد فعلا المسام. وبدل ما هي بتغمق لون الشعر لو انت صبغه، الزيوت فعلا فعلا لو انت صبغه شعرك يفضل ما تستخدميش خالص الزيوت، لان هي بتغمق فعلا الشعر. طيب لو حد عمدا بتطرد الصبغه من الشعر. كنت هسالك كمان بمناسبه اللون، هو ينفع ان احنا نفتح لون شعرنا في البيت بطريقه سيف؟ لا. من الاخر يعني. بصي عشان انا كنت هناك، انا جايلك من البيت يعني، جايلك من حته ان احنا نفتح في البيت ونصبغ احنا في البيت. اوكي. لا لا، بصي الشعر كده كده بيتبهدل من الصبغه، فالاحسن تروحي لحد بروفيشنال يعرف يحط لك تريتمنت قبل. يبوظ لك شعرك بطريقه صح. احنا كده كده هنبوظه، وهيبقى يعني نبوظه بس ايه بطريقه اقل يعني. اوكي. طب خلينا نروح لموضوع مهم قوي، هو الاكسسوارز. ازاي نقدر نحافظ على الاكسسوارز ان لونها ما يغيرش وتقعد معانا فتره طويله؟ عشان ده برده سؤال مهم قوي عند كل البنات وانا واحده منهم. فانت بتعملي برده تيبس عن ده؟ بصي اول حاجه ميك شور ان انت تشتري اصلا حاجه الماتيريال بتاعتها حلوه. فاحسن حاجه بتقعد فتره طويله الذهب الصيني والستانلس. اوكي. الحاجات الاكسسوارز العاديه دي بقى خلاص يعني بجد مفيش امل يا جماعه، ما تشتريهاش والله يعني هتبوظ. وبجد ممكن ان انت بس تطلعيها من الكيس وتحطيها على التسريحه خلاص لونها اتغير. فحتى لو هندفع اكتر شويه في الحاجات الذهب الصيني والستانلس، بس هي بتقعد فتره طويله. اوكي. واوقات في ناس ممكن تحطي مثلا النيل بولش الشفاف، تحطيه لو انت حاسه ان في حاجه مثلا هتبتدي لونها يغير، او انت بتحطي عليها بيرفيوم او كده، تحطي عليها طبقه كده خلاص يعني هتبقي بتحافظي عليها. حلو قوي، جميل. طيب طبعا كل الفولورز بتوعك عارفين ان انت بتعملي ستايلنج على طول للبس واوتفيتس كتير، قولي لي ايه الحاجات اللي ممكن تودي الاوتفيت في حته تانية خالص، او عناصر تخلي الاوتفيت ان هو يختلف، ان انا ده ينفع البسه بالليل او ده ينفع البسه بالنهار، حاجه بيزكس كده نقولها للناس. بيزكس ممكن اقول لك الاكسسوارز نفسها. انت ممكن تحطي اكسسوارز جولد قوي كلها جولد، فتدي ايحاء ان انت بالليل وفي حاجه سهره شويه. لكن لو استخدمتي الاكسسوارز الجلد او الاكسسوارز اللي هي بتكون فيها الوان،
ده هيدي فايب الصبح اكتر. اوكي. الحزامه مثلا ممكن تستخدمي حزام الحاجات الجلد البيزك بتكون برضو بتليق على الصبح اكتر، لكن لو عايزه تدي احساس او ايحاء ان انت بالليل او عايزه تلبسيها بالليل ممكن تلبسي الحاجات اللي هي سيلفر الجولد، اي حاجه بتلمع هتليق على بالليل اكتر. الميك اب كمان عامل مهم جدا في الاوتفيت، يعني معظم الناس بتعتبر الاوتفيت مجرد اللبس او الاكسسوارز، لا هو الميك اب والشعر ممكن يودي الموضوع ده في حته تانية خالص. ديفينتلي ديفينتلي الميك اب والشعر بيفرقوا جدا في الاوفر اول لوك وفي الشكل اللي في الاخر. الميك اب انت لو حطيتي حاجه بيزك جدا هيبان ان انت الصبح لو عملتي شويه افورت بقى عملتي اللوك مثلا السايرن اي او حطيتي جليتر او الحاجات دي كلها، كل ده بيفرق وبيحسس بيدي الفايب بقى بتاع ان انت خارجه خروجه رايقه كده بالليل. صح. طيب عايزاكي برضو تقولي لي الشنطه بتاعتنا، عشان دايما شنطتنا ما بتبقاش منظمه، انت برضو عارفه في الموضوع ده، قولي لي نصايح ممكن ازاي الشنطه تبقى اورجنايزد ان انا ما بقاش كل حاجه على بعض. بصي يعني انا ما بمشيش بشنطه، انا بمشي ببقجه حرفيا. فبعمل ايه؟ ابسط حاجه بجيب، عارفه اكن معايا مثلا باوتش كده صغيره، اكن مقلمه مثلا. أوكي. الحاجات الصغيره اللي بتحط فيها الميك اب ممكن يبقى معايا ثلاثه مثلا، واحده الحاجات الميك اب اللي انا هستخدمها النهارده لو انا عايزه ريتاتش مثلا، واحده تانية الالكترونكس لو انا معايا فلاشه، لو انا معايا مثلا باور بانك، معايا وصلات عشان اشغل اي اكس في العربيه، الحاجات. صح. دي واحدة تالتة مثلا للسكين كير، لو معايا هاند جل، هاند سانيتايزر، معايا كريم صغير لايدي، معايا الفيس ميست اللي بقول لك عليه. يعني بتحاولي على قد ما تقدري تعملي ميني باجز جوه الباج الكبيره بتاعتك عشان لو في حاجه ممكن مثلا تبقى هتتجرح مثلا او كده ما نعملش كده. بالظبط. وعشان تعرفي توصليها كمان بسهوله، خلاص انت عارفه دي بتاعت كذا دي بتاعت كذا، فيعني ما نقعدش بقى نغوص جوه. صح. الشنطه. رغدة بجد انا مبسوطه قوي انك كنت معايا النهارده، احنا كان نفسي الوقت يبقى اطول من كده، انت فتينا جدا جدا. فثانك يو. ومشاهدينا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وشوفونا الأسبوع الجاي إن شاء الله على خير. باي باي.